انطلاقة من جزيرة جربة ومن حومة السوق من ميدون باش نشاهد ونعيش مع بعضنا لحظات قبل المغرب قبل الأذان ولحظات أيضا للأذان من مختلف مساجد حومة السوق وميدون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بطبيعة الحال قبل المغرب بساعة ولا ساعة ونصف تبدأ البلاد تفرغ. البعض الناس اللي ما زالت تدور مثلا في حومة السوق هي باش تقضي آخر قضيات مثلا حلويات السهرة. الناس اللي قاعدين في القهوة قدام التوه الفارغة يقتلوا في الوقت كما يقولوا ويستناو في ساعة الإفطار. هذا الشيخ مثلا نشوفه فيه عشر في الخطوة في اتجاه المسجد أكيد ولا في المنزل. هذه الأسواق تقريبا ما تبقى فيها حتى حد أسواق حومة السوق. نص ساعة من المغرب تقريبا كل حوانت تكون سكرت وبطبيعة الحال توقف كل تجارة باش تعاود ترجع بعد الإفطار في السهرة. ديما ثم بعض الناس متأخرين اللي يعجلوا الخطوة في اتجاه المنزل في اتجاه المسجد. حتى حركة المرور في الشوارع الكبيرة في حومة السوق تتوقف عند أذان المغرب أو استعدادًا لأذان المغرب. هذا شيخ في المسجد يستنى في الأذان. ساعة الغروب رائعة جدا خاصة في المناظر في جربة. العملية دي كلها تصير في انسجام كلي تتخللها صوت القرآن آيات بينات من الذكر الحكيم. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمد رسول الله. وقت نعرف عدد المساجد وتنوع المساجد في جزيرة جربة نحس بروعة تلك اللحظة متاع الأذان متاع أذان المغرب وقت تنطلق كل المساجد مع بعضها في نفس اللحظة في نفس الثانية وتشعل الأضواء في كل سمعة متاع جامع وتتكون حركة جماعية متاع بعض الناس متأخرين اللي خلتين في آخر لحظة إلى باب المسجد ويخيم على الجزيرة جو من الهدوء يتواصل بعض دقائق في انتظار أن تعود الحياة من جديد إلى الشوارع. كانت هذه إذن لحظات الغروب في جزيرة جربة.
في حصص قادمة إن شاء الله تسمح لنا الفرصة باش نقدموا لكم سهرة جزيرة جربة. سهرة جزيرة جربة اللي تمتد حتى الصباح الباكر حتى موعد السحور. الآن نعود إلى القيروان، أو بالضبط إلى سيدي عمر بوحجلة، ثم منها صور أخرى من تونس، وباش نتعرضوا إلى موضوع نتعرضوا له لأول مرة في برنامج مشهوم الفل. الموضوع هذايا يتعلق بالأزياء التقليدية، أزياء الفرسان التقليدية. نعرف الفروسية كانت تحتل جانب كبير من حياتنا الريفية في تونس وحتى حياتنا الحضرية المدنية في بعض الأحيان. زي لبس الفرس بتاع الحال زي مميز وعنده دلالات ثقافيه دلالات حضاريه. على كل حال ما نطولش عليكم في الموضوع هذا، احنا استدعينا لهذا الغرض الاستاذ عادل الخزناجي اللي قدمه لكم في لقاءات فارطه. والاستاذ عادل الخزناجي صار الان غني على التعريف، والاستاذ عادل الخزناجي باش يحدثنا من الصور اللي باش نشاهدوها بتاعت الحال على الشاشه واللي صورناها بالتعاون مع مركز الفنون والعادات والتقاليد الشعبيه اللي يديره الاستاذ واللي يتبع المعهد القومي للاثار. ثم أيضا باش نحاول وباش نتعرف ولو معنتها في مسحة أولية، لأن الموضوع هذا يتطلب تعمق كبير، باش نحاول نتعرفوا على ميزات زي الفرسان التقليدي. وأنا نوجد فارس يقولوا المشاف، هذه يعني طريقة ركوب الخيل هذا اللي يمشي عن طريق سوي يسميه المشاف، وفيه المقدرة والبراعة ليظهرها الفارس ومقدرته على الركوب، يعني بحيث يطلق العنان للخيل وللجواد وهو يتماسك عليه، ثم يطلق كالنار عندما يوصل الميعاد، يعني وين جمهر الناس بصفة عامة. هذا يسمى المشاف. المشاف ايه. قلنا الخيل هي مباركة، حتى أن الرسول يذكر يقول الخير معقود في نواصيه، الخيل معقود في نواصيها الخير إلى يوم القيامة. مازلت هوني الكاميرا برنامج جول بينا سيدي عمر بو حجلة. هذا فرسان، هذا نشوفوا ازاي كانوا ماهوش كامل، يعني هذا زي الثورة العيل المكان بطبيعة الحال اللي جمعنا ما أمكن تجميعه. قلنا لباس الفارس هو لباس المحصور، راهو لباس المحصور يعني فما الفرملة والسدرية الفرملة والمنتين، ثم السروال العربي اللي بالشريط، وبعض أحيان سيد القوم هو يلبس الحرام. الحرام هذايا يشتمل به الإنسان اشتمال ويضع فوق رأسه، ثم يشد به يعني عنده العقال ولا خيط هو من وبر الجمل أو وبر الميز. وثم كنا نشوف قبيلك المظلة اللي مريش النعام، هذه المظلة معروفة واليوم صور تذكارية به، هي نفس المظلة هذيك بالريش النعام. لباس الفارس قلنا يعني في بعض الأحيان يحط الحرام فوق اللباس المحصور، وثم هناك الزي الجبيرة واللي في حزامه معها الحزام المنطقة اللي هي كرتوشين عبروا عليها اللي حطوا عليها فيها الخراتيش، وفي سقيه النوع من البوت جزمات يقولوا جزمة، ذي اسم صعيدي يظهر لي. لا ممكن خاطر جزمات هما نوع من البوط ويخذ يصنع يعني الطرز نتاعو في السراجين، ولكن يعني الخدمة نتاب الحذاء يخدم في يعني الحذاء ويخدم. ثم أستاذ نجموش تحدثوا على نوع واحد من لباس الفرسان في تونس، أم هي أنواع متنوعة؟ هي والله ما تتقارب، أما هناك مثل لباس الرأس يخالف من مظلة لمظلة عادية، تنشوفها مش عادية، هيئة خاصة ولكن من زاف، ثم المظلة هذه اللي بالريش العام، ثم نوع من غطاء الرأس آخر بالريش العام زادة ولكن ما هوش على هيئة مظلة، وثم لباس الفارس الوقت قلت المحصور، ولكن لما شفناش توا هنا لباس كامل هو ذلك من قلة الاندثار النظر، هذا التظاهر من شيء فشيء، وهنا ندعيه إن شاء الله ديما باش نتلهاو بالجهات هذه اللي فيها الفرسان. و سما نقطة أخرى أستاذ ما نتغفلوش عليها، اللي كون سما لباس الفارس ولباس الفرس. الفرس هذا هو بس فرس هو السرج وما تابعه، السرج وما تابعه يعني ذلك السرج يكون مخدوم على الجلد ولا على المبط،
ويكون مطرز والسراجين في تونس والسكاجين أسواق معروفة وكانت من كبار الحرف هذيك بجانب الشبيشية والحريرية، والسراجين كانوا يخدموا السرج على الجلد مطرز بالخيط الحرير أو أسلاك الفضة أو على القنا المبر، والسرج هذيك تابعوا استارة هذيك اللي تغلف السرج ثم تحت اللي يقولوا البشت، واستارة تحت القربوس، القربوس هو هيكل من اللوح الخشب، خشب صفصاف عليه الصفصاف لأنه قوي صحيح ياسر يعني صلب وفي نفس الوقت خفيف ما يثقلش الخيط. هذه المظلة اللي تحدثنا عليها، هذه من ريش النعام، ريش النعام نعم. ثم قلنا الفارس يضع فوق راسه دادة فوق الشاشية، ثم الملحفة يشدها بالعقال، قل العقال ولا خيط، خيط من وبر الجمل وخيط. هذه المظلة في شكلها غريبة شوية، هل هي تونسية؟ تونسية، تونسية بحتة. وحمل السلاح هو من يستكمل به الفارس، معناتها الزي متاعه حمل السلاح، وهي عادة قديمة على العرب، ولكن المسلمين يحملوا السلاح الأبيض يعني من السيف ورمح والقوس، أما هنا سياف هذا السلاح الناري يعني المقرون، الفارس يحمل المقرون بخلاف اللي يلعب الزقارة اللي على رجليه هو اللي ياخذ القرابيلة بينما المقرون، وثم زوز من الفرد ما يسميه طابنجة يعني اسم تركي وإلا الغدري. هوني انتقلنا من سيدي عمرو بوحاجلة إلى تونس إلى قصر السعيد، حيث سجلنا وصورنا للبرنامج من المجموعة المتحفية متاع المركز القومي للعادات والفنون الشعبية. هذه إذن مجموعة متحفية تقريبا اندثرت وما زلت منها عدد ما انتهى. اندثرت كما اندثرت الصنعة نفسها، قلنا احنا في سوق السراجين توا كان الزائر يمشي يعمل دورة في السراجين مع حق ما فماش يقى ولو يعني صاحب صنعة يعمل في السلوجات يعني، ولذلك بالنسبة للسلاح وتوجد زاد أيضا سوق السلاح في تونس والأسواق الأخرى اللي هي تزود بالقطاع الأخرى اللي تم تركيبها في سوق السلاح مثل سوق الزنادية والجعايبية والسريرية، كل هذه كانت تعمل هي أسواق تكميلية اللي سوق السلاح هي أين يتم تركيب يعني السلاح. هنا نشوف في قرابيلة قطعة متحفية يعني ثمينة جدا تقريبا عمرها 300 سنة، اي تقارب على 300 سنة، تنشوفه من بعد اظن مسجل فوق منها تاريخ صنعها والمكان وسوق السلاح بتونس نزلة بالفضة هكا صنعت في تونس 1122 هجري، وذاك اسم اللي صنعها اسم صناعي، اسم صناعي والسوق الصناعي. ثم طريقة خاصة متاع النقش متاع الأسلحة هذا، اي طريقة تنزيل يقولوا تنزيل، هذاك نزل بالفضة وفما نزل بالذهب، هذا نشوفه في سرج على جلد مخدومة على الجلد ومطرز بخيط الحرير وخدمة السراجين. تونس فيها أسواق كما قلنا كما قروان زادة وصفاقس اشتهروا بصنعة صنعة السروجات. هيك لقيتها القماش الآخر اللي تغطي نصف الآخر السفلي من خير هو استكفال، قل هذا نوع آخر يا أستاذ، هذا نوع آخر من السروجات، وهو يقول له ضرب انترقى. إيش معناه ضرب انترقى؟ يعني أكل فضة مغل فيه صفائح من الفضة، الفضة الخالصة وهي مخدومة في سوق الصاغة، والفضة هذه يتم تركيبها في السراجين من قبل الصناعية صناعة السراجين، وهذه هي الكيلة قلوا كيلة يعني هنا يوضع البارود معناه السلاح كيلة ذيك اللي في جنب جنب. وفي تحقيق فما هفوني صغيرة نقول الخدود من الفضة هما ما تحتوش في رقبة يعني الخير، بل خدود كما يدل على اسمها تحط على خدين الحصان. هذا ضرب مطرقة، هذا مطرقة يعني صفيح من الفضة المزخرفة المخربة ويتم تركيبها سراجين. بطبيعة الحال ثم هني الشعارات والانتماء والاعتبارات المختلفة في الأشكال اللي شاهدوها. هنا نشوف فارس يقوم بحركات يعني تكاد تكون بالهوانية، هي المداوري يقول هذه على عكس اللي شفناه يعني منذ حين اللي يمشي بطريقة مستوية يعني المشاف. طويلة المشاف، هذا مداوري
يعني يدور في حلقة، وعادة يكون معها طبال يعني، ويقوم بحركات رياضية وتبين لك على مقدرته للسيطرة على الجواد وعلى الخيل على وبينما المشاف هو يبين لك مقدرته على ركوب الخيل. أستاذ بطبيعة الحال كما كنت نقول بكري الموضوع هذا مش تعرضوا له في حصة فحسب، لكن بطبيعة الحال احنا مش باش نطولوا على السادة المتفرجين، لكن نوعدوهم باش نعود الموضوع هذا بأكثر دقة ونحاولوا باش نتفهموا تقريبا مختلف الجزئيات، لأن هذا موضوع يهمنا من قريب جدا وعنده امتيازات وعندنا دلالات تونسية واضحة جدا في طور انقراض، يعني السرعة نفسها طور انقراض لما قلت بعد انقرضت. أستاذ طبعا نسمحك باش نرجع بالسادة المشاهدين إلى جزيرة جربة، ومن جزيرة جربة وبالضبط من ميدون سجلنا لكم لقطات عن الأزياء التقليدية النسائية. نعود إذن إلى الأزياء التقليدية النسائية وكما قدمناهاش في حلقة مشمول الفل، وننطلق الآن من جزيرة جربة. ومن جزيرة جربة باش نقدم لكم زي واحد فحسبه هو البسكري من ميدون، وكي باش نبقيه على بقية الأزياء الحلقات المقبلة. إذن ندخل إلى ميدون جربة إلى سيدي سليم، ومنها نشاهد زي البسكري. خالتي الزهرة، هذه عروسة ميدون. نعم هذه عروسة ميدون. اللبسة هذه شو اسمها؟ هذه لبسة سيدي هذا لبس العروسة نهار اللي تجلي. اش يتسمى؟ يسموا هذا اللي هوني بالأحمر ملح الشلول. بعد نزيدوا الوش وش هذا الصغير نقول الوش وش نتاع فوق الشلول. ونبدوا من هنا، هذا الخرص. هذا يسمى الخرص. وبعد الخرص نلبسوا الحوت. هذا المحبوب؟ هذا يسمى محبوب. أيوة. وبعد المحبوب نلبسوا شناشن الريحان، هذوما نسموهم شناشن الريحان، وهذوما شناشن برا المسيبين. ومن بعد نزيدوا ضفر المحبوب واحد أخرى.
إلى الأزياء الجربية في الحلقة القادمة. كانت هذه أول مصافحة مع الأزياء التقليدية في جربة مع البسكري، وهو أهم قطعة في الزي التقليدي بالضبط في ميدون، مع كل تشكراتنا للسيد حبيبة مصعبي رئيسة بلدية ميدون وإدارة سيدي سليم وكل من ساعدنا. إذن مجموعة هائلة جدا من الأزياء الجربية من حومة السوق، من أجيم، من تقرماس، من غيرها، من كل مختلف جهات جزيرة جربة، باش نتعرفوا عليها خلال اللقاءات القادمة. الآن كما كنت وعدتكم في اللقاء السابق، من اسطوانة قديمة عثرنا عليها، تغني فيها المطربة التونسية الحبة مسيكا مع شيخ الموسيقى عبقري الموسيقى التونسي خميس ترنان أغنية شرقية زوروني كل سنة مرة، اللي سجلناها في دار حبيبة مسيكا مع مجموعة دستور للملوف. إذن كانت هذه اسطوانة قديمة وقديمة جدا عثرنا عليها من غناء المطربة التونسية الحبة مسيكا.
نحاول بطبيعة الحال من خلال اللقاءات هذه باش كل مرة نقدم جانب طريف من تراثنا، ولو أن الأغنية ماهيش من تراثنا، الأغنية شرقية، ولكن المطربة التي تغنت بها مطربة رسمت الأغنية التونسية. الآن نعود بكم إلى جزيرة جربة باش نتقابل أو نلتقي مع شيخ زنجي، كان لمدة 45 سنة ولا يزال لمدة 45 سنة لمدة 45 رمضان حاضر في نفس الوقت وقت السحور باش فيق الناس يتسحروا. الشخصية هذه نعرفوها في تونس باسم بوتبيلة، نعرفوها مثلا في القيروان في وسط شعالة مدن أخرى باسم الطبال، ومعروفها في القيروان باسم التنجمة أو التنجام، والتنجام هو اللي يعزف على آلة التنجمة اللي هي الطبلة، وهذه تسمية إفريقية. إذن مباشرة إلى ميدون مع التنجام. محمد ربي عينك. الله يبارك فيك، الله يسامحك. ها محمد، تو انت تنقام؟ نعم. اشنو التنقام هذا؟ تنقام رمضان باش نوضوا يسحروا. انت تدور معناها وتفيق الناس؟ نعم نعم. وين الدور؟ يقولوا دور في الاحداد او في ندور في رحومة تلالة. احنا تلالة وبحباح المالح. تو التنقام شو معناها كلمة تنقام؟ شنو معناها؟ معناها تنقام ينوض في الناس السحور. إيه الآلة هذه طبل هذه ولا شو اسمها؟ هذه طبلة. وتسموها أنتم؟ احنا نقولها تنقمة. تنقمة؟ تنقمة. واللي يضرب على الآلة هذه يسموه تنقام؟ تنقام نعم. عندي قداش عندك اللي تمارس في المهنة هذه؟ توا عندي من عمري 15 سنة حتى توا عمري 62 سنة. 50 سنة تقريبا. ثم أكثر من 50، ثم 50، لا 45 أحسب، 47 سنة. طيب قل لي الخدمة هذه شكون خديتها؟ خديتها من عند الشابين الأولين، بابا وجدي وخويا اللي أكبر مني. معناتها خدمة على البوعجد؟ على البوعجد نعم. وبقية العام اش تخدم؟ بقية العام نخدم يومي. توا هالجريدة هذه اللي عملها معك ليش تصلح؟ تصلح للكلاب باش ما ياكلوناش كرعينا. اي كيفاش جريدة تردهم هذه؟ تردهم وقت اللي باش يوصلوا كرعينا تقبهم، هي يقعدوا يريشوا فيها، هي ما يريشوناش حنا. توا انت بعد 45 سنة تقريبا تنقام كل رمضان، معناها عمرك ما تخلف حتى مرة، ايش تحس؟ معناها تحس اللي انت قمت بمهمتك معناتها فرحان بها؟ فرحان بها. وقت اللي يخش رمضان معناها زي اللي يجي يقول لي قوم امشي اضرب تنقمة، حتى اذا كان باش نرقد نفيق ما نقعدش نرقد. تحس واجب اقوى منك، شيء يلزمك تقوم ويلزمك تضرب تنقمة؟ نعم نعم، خاطر ثم ناس اللي قاعدين ما يستحروا، كان علي على خاطري انا، كان ما نجيهم انا، كان ما نتعدى انا باش يسحروا. الخدمة هذه على شكون خديتها؟ خديتها من عند الشابين الأولين، بابا وجدي وخويا اللي أكبر مني. معناتها خدمة على البوعجد؟ على البوعجد نعم. باي قل لي أنت كيفاش تخلص؟ معناتها العمل هذا متاعك تو طيلة شهر رمضان تدور على الديار معناها لا لا، في بعد من نهار العيد، نهار العيد فمسا لا بعد نصلوا نجوا ندوروا على اللي نمشوا لهم في الليل، نمشوا لهم في النهار يعطونا حقنا. كيفاش حقكم قبل؟ مش توا فلوس وقبل كيفاش كان؟ قبل فلوس،
مش ثم شكون يعطيكم فاكهه، ثم شكون يعطيكم حلو، ثم معناها هذاك على الوجوه، اذا كان معناها عنده فاكهه ولا عنده عرس جديده ويعطينا شويه فاكهه ويعطينا معناها زرارة نتاع العيد، زرارة العيد يعطينا منهم شويه طريف مش بكثره. تو تقريبا قداش من حوش عندك انت تفيقهم للسحور؟ طبعا عندي تقريبا فوق 50، تم 50 منزل، خاطر انا وعندي ولدي يخدم حتى هو. ولدك علمته الخدمه؟ اي هذا اللي يخدم تويته. نسمع في حسه. اي هذا نسمع في حسه. باهي، وقول لي كيفاش قاسمينها تو احنا في ميدون؟ كيفاش قاسمينها المنطقه؟ شنو كيفاش؟ قداش من تنقام انتم؟ احنا هنا في بر ميدون. في بر ميدون عندنا 2 4 5، كل واحد ياخذ شيره نتاعو. عندنا من الاول من جدودنا كل حد عنده يمشي. بارك الله فيك يا محمد، وظهر لي قيت باش تكمل عاد البقيه. باهي، بارك الله فيه وفيك وفي وانت محمد كيف؟ في الامان. الله يبارك فيك. مع السلامه. الآن وفي نهاية هذا اللقاء، هذه جولة جربية وأيضا هذه جولة مع الفروسية، أن نفسح المجال إلى مجموعة تحاول أن تحافظ على الموسيقى الجربية، إلى الأغاني، على الأغاني الجربية من التراث، وهي مجموعة أولاد جمهور والحبيب الجبالي على ضفاف شواطئ جربة. Shout out!
كانت هذه إذن مجموعة أولاد جمور والحبيب الجبالي ومحاولة في المحافظة على الأنغام الجربية القديمة. كان هذا اللقاء مشمول في المحاولة باش نكونوا قوموا بجولة، قمنا بجولة متنوعة، جولة رمضانية في مختلف تقاليدنا وظواهر من تقاليدنا وتراثنا. إلى أن يجمعنا لقاء قادم، نتمنى لكم أسعد الأوقات. الورد قداش مزيان مزيان في يد طفلة جميلة جميلة، والقلب قداش نشوان والقلب قداش نشوان بياك حيلك حيلة سحرية تحرقنا.